يا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ ما معنى الجد؟ عندك عبد الرحمن؟ هذا الغنى والملك والسلطان. ولا ينفع ذا الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى وصاحب السلطان منك سلطانه ولا ماله، ولا ينفع صاحب المال والسلطان منك ماله ولا جاهه ولا سلطانه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفعه عند الله ماله ولا سلطانه. الحكم المستفاد من الحديث، هذه الزيادة في هذا الحديث على قوله ربنا لك الحمد مستحبة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وقد ذهب أكثر الحنابلة إلى أن المأمومة لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد، لأنه مأمور بها في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه. والصواب القول الأول وهو الاستحباب، يعني والعجب كيف تركوا الروايات الكثيرة وذهبوا إلى عدم استحبابها، كأنهم خصوها بالإمام والمنفرد حتى لا يطيل أيضا على الناس، ولكن قد ثبت فيها الحديث، وقد جاء في حديث علي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولها وكان في صلاة مكتوبة. والصواب القول الأول وهو الاستحباب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار، وهو مذهب إسحاق أيضا. تنبيه للركوع والسجود والاعتدال من الركوع، أذكار متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، راجعها في صفة الصلاة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. لماذا قال الجبهة وأشار إلى الأنف؟ والأنف غير الجبهة، أنهما كالعضو الواحد لاتصالهما، فصار كالعضو الواحد، ولذلك قال سبعة أعظم ولم يقل ثمانية. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى حكم السجود على الأعضاء السبعة. لا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك على قولين:
الأول يجب السجود على جميعها، وهو أحد القولين للشافعي، ورجحه كثير من أصحابه. والصحيح المشهور عن أحمد وعليه أصحابه وأكثرهم لم يحكي عنه خلافا وهو قول مالك وإسحاق وزفر، وحكي عن طاووس، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب والأمر للوجوب، ومرادهم بهذا الوجوب وجوب ركني، فإذا رفع أحد الأعضاء لم يسجد عليه واكتفى ببعضها لا يصح سجوده ولا تصح صلاته، إذا فسد السجود فسدت الصلاة. الثاني إنما يجب بالجبهة فقط، ومما ينبه عليه بعض من دان يسجد يرفع قدميه من الأرض تبقى معلقة، فإذا بقيت معلقة من أول السجود إلى آخره بدون أن يمسها في الأرض السجود باطل، ما يصح السجود لهذا الحديث. الثاني إنما يجب بالجبهة فقط ولا يجب بغيرها، وهو القول الثاني للشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، من صاحبا أبي حنيفة؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف. وكان الشافعي رحمه الله يجل محمد بن الحسن ويثني عليه. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد وجهي إلى آخره الذي خلقه وصوره، فقالوا قوله سجد وجهي يدل على أن السجود المقصود به هو الجبهة، يضع جبهته في الأرض. قالوا وهذا يدل على أن السجود على الوجه، ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا، وإذا وضع غير الوجه على الأرض لا يسمى بذلك ساجدا. قال أبو عبد الله غفر الله له القول الأول والصواب لدلالة الحديث عليه، وأما حديث سجد وجهي فسجود الوجه لا ينافي سجود ما عداه، وإنما أضاف السجود إليه لأنه أشرف الأعضاء السبعة، والله أعلم. وكونه يطلق عليه سجود معنى لغوي مثلا في وضع الجبهة على الأرض، فقد جاء في الشرع بيان أنه لا يصح السجود أو أنه مأمور بالسبع الأعضاء، فلو أطلق في اللغة على وضع الأرض في الأرض سجودا بدون بقية الأعضاء لكان في الشرع له معنى آخر، وهو السجود على السبع الأعضاء حقيقة شرعية، فتكون حقيقة السجود الشرعية بالسبع الأعضاء. المسألة الثانية حكم السجود على الأنف، أي مباشرة الأنف. في حديث الباب أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، ولمسلم في رواية الجبهة والأنف، فاستدل بهذا وذاك من يقول يجب السجود على الأنف مع الجبهة، المقصود بالمسألة حكم السجود على الأنف أي مباشرة الأنف مع بقية الأعضاء، ليس المقصود الاقتصار على الأنف دون الجبهة. قال وهو قول مالك وأحمد في رواية عنهما وإسحاق وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة، وحكي قولا للشافعي. وجاء في المسألة حديث صريح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني والحاكم مرفوعا لا تقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين، هذا صريح في المسألة أنه لا بد أن يضع أنفه على الأرض.
ولكنه علم. ولكن الصواب في هذا الحديث أنه من مراسيل عكرمة، صوب ذلك أبو داود والترمذي والدارقطني وغيره. قال ابن رجب: وروي معناه عن طاووس والنخعي وسعيد بن جبير. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي أنه قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك. وهو من طريق سماك عن عكرمة، وقد أعله الترمذي بالإرسال، رجع أيضا إلى أنه مراسيل عكرمة، لكن يدل عليه الحديث حديث رواية مسلم: الجبهة والأنف، دل على أن الأنف مأمور أن يباشر به. في الرواية الأخرى: الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، إشارة إلى أنه يجب عليه أو أنه مأمور أن يمس أنفه الأرض كما تمسه الجبهة. قال: وروي عن الحسن والشعبي والقاسم وسالم، وهو قول الشافعي وسفيان ومالك وأحمد في الرواية الثانية عنهما. وحمل من قال بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما على الاستحباب دون الوجوب، وقالوا: لأنه عد الأعضاء المأمور بالسجود عليها 7، ولو كان الأنف معها لكانت 8. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه كما في فوائد تمام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر. يعني قالوا إذا كان في أعلى الجبهة سيرتفع الأنف. وهو حديث ضعيف في إسناده أبو بكر بن أبي مريم، وهو شديد الضعف. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب في المسألة هو القول الأول، وجعلها 7 أعضاء باعتبار أن الأنف والجبهة كالعضو الواحد لاتصاله به، اتصال الأنف بالجبهة بها لاتصاله بها، وعدم وجود الفاصل بينهما، والله أعلم. وقد رجح هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله، فقال: وبهذا البيان يتضح لك أن رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلى الأنف لبيان أن السجود على الجبهة لا يكون تاما كاملا إلا بوضع الأنف معها. ومع هذا فقد أغنانا عن ذلك ذكرهما معا في الأحاديث كما أشرنا إليه، وقد اجتمع في السجود على الجبهة والأنف البيان للسجود المأمور به في القرآن المعلوم وجوبه بالضرورة الشرعية بالقول والفعل، فكان ذلك كافيا في فرضية السجود على تلك الأعضاء من غير انضمام أمر الأمة بذلك، فكيف وقد ثبت كما ذكرناه لك. تنبيه: قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: ولو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته لم يجزئه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على الأنف غير أبي حنيفة، وهي رواية عن الثوري رواها عنه حسان بن إبراهيم، انتهى. قال ابن المنذر رحمه الله كما في المغني: لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، يعني أبا حنيفة، يعني أنه اقتصر على الأنف دون الجبهة يجزئه. المسألة الثالثة: مباشرة الساجد بأعضائه الأرض. ذهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرته بأعضائه الأرض، وكرهوا أن يفصل بين جبهته أو أنفه أو يديه فاصل متصل بالمصلي. ما معنى فاصل متصل بالمصلي؟ نعم، من ثيابه كور العمامة، يفصل كور العمامة أو نحو ذلك. متصل بالمصلي إشارة إلى أن الفاصل لو كان متصلا بالأرض فلم يدخلوه في الكراهة. قالوا: وإذا فعله فصلاته صحيحة مجزئة، وترك الأفضل وأجازوه بوجود العذر. بينما ذهب الشافعي
إلى أنه لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته ولا على طرف ثوبه المتصل به حتى يكشف عن بعض محل سجوده، وهو قول له في اليدين أيضا، والأصح عنه أنه يجوز في اليدين. قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور قياسا على الخفين والركبتين وعلى القفازين. وقد علق البخاري رحمه الله في صحيحه عن الحسن أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قد نسينا ضبط القلنسوة، مرت معنا في الخفين لها ضبطان، انظرها أو إلى الدرس القادم. ثم استدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود فيسجد عليه، وهو في صحيح مسلم أيضا. والمعنى أن هذه أدلة تدل على مشروعية السجود على الثوب المنفصل. حديث أنس رضي الله عنه. وقد شدد بعض الشافعية فأبطلوا السجود إذا سجد على العمامة، قالوا باطل، هذا كلام غير صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.